قضية فساد تورط فيها مسؤولون حكوميون وخسائر بملايين الدولارات كادت أن تتكبدها الدولة في إجراءات لم تتضح بعد. ما القصة؟ تابع ببساطة لتعرف أكثر. مشروع متعثر لإنشاء كلية للطب في جامعة تعز ينتهي بتحكيم يتم بموجبه دفع تعويضات تتجاوز 16 مليون دولار لشركة هندسية بدلاً من دفع غرامات لتأخر تسليمه. عضو مجلس النواب علي المعمري كشف عن توقيع الشركة في العام 2011 اتفاقية المشروع، لكن العمل فيه توقف في العام 2014 بسبب ما تصفه الشركة بالظروف القاهرة، وأخضع الأمر لإجراءات تحكيمية خارج اليمن. التعويضات شملت فوارق الأسعار والمشتقات النفطية ونفقات تمويل المشروع وإلغاء الضمان البنكي وتعويضات للقوة القاهرة والمنهوبات وأتعاب التحكيم. مدة المشروع كانت مقررة 30 شهراً وتبدأ من شهر مايو من العام 2012، وتم تمديدها لنحو عام دون التزام من الشركة، وتسبب الأمر في تضاعف تكاليف المشروع وخسائر في المعدات المنهوبة والمستهدفة.